كنا بنتكلم قبل الماتش على مستشفى الاهلي وكنا بنقول الاصابات، وجبنا لقاء مع الدكتور احمد جاب الله ويمكن اكتر واحد قعد يتكلم، فعايزين نطمن على ياسر ابراهيم. هو مسك الخلفيه اعتقد ان يعني جاله تمزق في العضله الخلفيه، بس هنروح للدكتور احمد جاب الله يطمنا اكتر على اصابه ياسر ابراهيم النهارده. بارك لك النهارده على الفوز. يمكن لو بس طمنا على حاله كريم ميدفيد وعلى برضه كابتن ياسر ابراهيم. الحمد لله الحمد لله، مبروك لينا ومبروك لجميع الاهلي. ان شاء الله خير. يعني ياسر حس بالالام بالخلفيه، ان شاء الله هنبدا معاه فحوصات دلوقتي ونقربكم ونطمنكم ان شاء الله في اقرب وقت. بالنسبه لكريم هو بدا يعني غالبا كرامب في السمانه خفيف، وان شاء الله هتبقى حاجه بسيطه خالص باذن الله. الفوز مهم جدا للفريق النهارده، الحمد لله الحمد لله النهارده باذن الله. الحمد لله الحمد لله خير وربنا يكرم ان شاء الله. طبعا الدكتور احمد جاب الله اللي هو مسك العضله الخلفيه ولسه هيبان ان شاء الله باذن الله لما العضله الخلفيه كابتن ما بتبانش قوي، يعني الاصابه يعني ممكن تكون شد، ممكن تكون لا قدر الله مزق صغير، يعني ليها درجات معينه بالذات الخلفيه، بس واضح هو كويس ان هو طلع على طول، واضح ان ياسر كمان حس بيها وخرج الملعب، ولما دخل كمان وقع ما قدرش. أيوة يعني بالزبط نتمنى بالزبط ان شاء الله، لان ياسر الحقيقه في يعني في افضل الفترات او ليفل عالي جدا وفي افضل يعني اوقاته، وبيأدي بشكل جيد ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله.